من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. أهلا بك دكتور. مذكرة اعتقال تضم شخصيات معروفة بسجلها الإجرامي، ما أهمية إصدار مثل هذه المذكرة في هذا التوقيت؟ تحياتي أستاذ سهام ولكل طاقم القناة. هذه المذكرة رغم أنها جاءت متأخرة جدا، ولكنها فعلا يعني أعطت مؤشر ولا أعطت دلالة على أن الجماعات الإسلام السياسي في ليبيا لن يعد لها مستقبل في ليبيا، وخاصة تلك الجماعات المحسوبة تحديدا على قطر، يعني عبد الحكيم بالحاج وجدران والبقية الباقية حابوا مدير قناة النبأ والمجموعة الستة هذه بالكامل محسوبة على قطر. أيضا ورد من ضمن هذه القائمة شخصية لم تتحدث عنها وسائل الإعلام ولم تعطيها الزخم اللازم، وهي تومان إردمي زعيم المعارضة التشادية وهو مقيم في الدوحة. وسبق هنا في قناتكم الموقر في هذا المنبر منذ سنة أن تحدثنا عن هذا الشخص وهو رقمه 14 في قائمة المطلوبين. فقائمة المطلوبين هذه تعطي مؤشر إيجابي بصراحة، يعني وقرار شجاع من جانب النائب العام، وإن كان لا يكفي لأن هناك العديد من الجماعات الإسلام السياسي ما زالت في منع عن الملاحقة، ولكنها خطوة إيجابية وخطوة متقدمة جدا لصالح الشعب الليبي، لأن هؤلاء ولغوا في دماء الليبيين وهم الذين يعيتون في الأرض فسادا. هذه المذكرة، هذه القائمة تتضمن أسماء أشخاص، طيب ماذا عن الدول التي تدعمهم وتدعم الإرهاب بصورة عامة في ليبيا؟ بالضبط، سؤال وجيه جدا. نحن الآن الذي تتم ملاحقته هو ديل الأفعى، ولكن رأس الأفعى غير متابع. فعلا قطر وتركيا، تركيا يوم أمس فقط يعني ليس بالبعيد يوم أمس تم ضبط شاحنة محملة بالأسلحة على الحدود الليبية المصرية بجنوب طبرق، ضبطتها الكتيبة 108 التابعة للقوات المسلحة، قبلها سفينة في الخمس، قبلها سفينة في المياه الإقليمية الدولية، قبلها سفينة في طرابلس. الأتراك والقطريين، من الذي أتابع عبد الحكيم بالحاج ولمع صورته وأظهره للملا على انه تائر وهو القادم من طرابوره؟ قطر والمخابرات القطريه. ما الذي يقدم لهم الدعم؟ قطر وتركيا. وسائل الاعلام انتبهت من قطر ومن تركيا، كل تجهيزاتهم وكل ما لديهم من دعم لوجستي يتلقوه من هذه الدول. فحتى وان قضي على هؤلاء او تمت ملاحقه هؤلاء، فان البقيه المتبقيه التي تتبع هذه الدول هي التي ستخلفهم، ولذلك لابد من متابعة قطر ومتابعة تركيا بحكم أن هاتان الدولتان، وقطر أكثر من تركيا، هاتان الدولتان لابد من متابعتهم وملاحقتهم على المستوى الدولي، على مستوى القضاء الدولي. طالما أن هذه الدول لم تتوقف ولم تكف يدها عن العبث بالأمن القومي الليبي وأمن القومي حتى في دول شمال أفريقيا بالكامل، مصر وتونس والجزائر وكل دول ربما الذي هو متاح الآن نقطة ارتكاز هذه الجماعات، ربما الذي هو متاح الآن هو فقط إصدار مذكرات اعتقال في بأسماء أو بشخصيات معينة. طيب هل تكفي هذه المذكرة كي تنأى السلطات الليبية بنفسها عن الشخصيات المتورطة في الإرهاب، أم هناك حاجة لخطوات أخرى؟ هي الخطوة هذه أولا لها ثلاث أبعاد أو لها ثلاث أوجه. البعد الأول أنها منحت الشرعية للقوات المسلحة في عملياتها العسكرية التي تقوم بها الآن في ليبيا. لم يعد هناك مبرر للذين كانوا يتحدثون عن أن الجيش يطارد ثوار ويطارد مدنيين وما إلى ذلك. هؤلاء الذين يلاحقهم الجيش ويطاردهم الجيش الآن النائب العام وضعهم ضمن قائمة المطلوبين. هذا جانب. الجانب الثاني أثبت بما لا يدع مجال للشك فيه كل الذي كنا نردده من مدة 3 سنوات بأن المعارضة التشادية وأن المعارضة السودانية والعدل والمساواة هؤلاء متحالفون مع الميليشيات في جنوب ليبيا، كانوا ينفون ذلك وكانوا يرددون الأقاويل بأن هذا الكلام عار عن الصحة. الآن النائب العام أثبت صحة ما كنا نقوله وصحة توجهات وحرب والجيش الحرب الذي تقوم به القوات المسلحة. ثلاثة، أن هذا القرار قد قطع الطريق
أو مهد الطريق لكنس الجماعات الإسلام السياسي أو المتأسلمين والجماعات المتطرفة والإرهابية التي حاولت أن تغير من ملامحها ومن مظاهرها بخلع البزات العسكرية وتقصير اللحى وارتداء لباس أنيق وتشكيل أحزاب تحت مظلة الديمقراطية وما إلى ذلك. الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القاهرة.